بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سلام الله عليكم أحبابي في الله. معكم كالعادة علي قعيشي من مدونة مجهول معلوماتي في حلقة جديدة، حلقة سنكتشف من خلالها 5 إضافات رائعة ومميزة لمتصفح جوجل كروم، وهي إضافات جميلة جدا أحبابي في الله، تستحق أن تقوم بتجربتها على المتصفح الخاص بك. إذن سنتعرف على هذه الإضافات بعد هذا الفاصل. إذن سنتعرف على أول إضافة، وهي إضافة Traffic Light. هي إضافة أمنية رائعة أحبابي في الله ومهمة جدا، تقوم على تحليل جميع المواقع التي تظهر في محركات البحث، وبالتالي تخبرك من هل هذه المواقع آمنة وسليمة أحبابي في الله، أم أنها مواقع خبيثة وملغمة وقد تكون مواقع احتيالية. طبعا كل ما عليك القيام به هو تثبيت هذه الإضافة على متصفحك من خلال الرابط الذي ستجده داخل التدوين الخاص بهذا الدرس. مباشرة بعد ذلك قم بعمل أي عملية بحث في محرك البحث جوجل، ثم ستلاحظ وجود أزرار خضراء على هذا الشكل. بالتالي هذه الأزرار الخضراء تؤكد لك أن هذه المواقع هي مواقع آمنة، أما إذا ظهرت أزرار حمراء فهي تقول لك أن هذه المواقع مشكوك فيها أم أنها مواقع خطيرة، فبالتالي تنصحك بعدم الدخول بتاتا لهذه المواقع. أما الإضافة الثانية أحبابي في الله، وهي إضافة خصيصة لموقع يوتيوب. فإذا كنت تشاهد الفيديوهات وفجأة تريد أن تقوم بتشغيل الوضع الليلي في موقع يوتيوب فقط، فيكفي فقط أن تقوم بتثبيت هذه الإضافة على متصفحك والدخول وتشغيل أي فيديو في موقع يوتيوب. مباشرة بعد ذلك تقوم بالنقل على هذه الأيقونة التي تظهر في هذا المكان، ثم ستلاحظ أن جميع الضوء الأبيض قد بدا خافتا أحبابي في الله إلا الضوء الذي يوجد في الفيديو، بالتالي يمكنك مشاهدة الفيديو بأريحية أكثر وبدون أن يؤثر الضوء الأبيض على عينيك. أما الإضافة الثالثة أحبابي في الله، وهي إضافة رائعة جدا خصوصا للأشخاص الذين يتبادلون المعلومات عبر موقع فيسبوك أو عبر بعض المواقع للتواصل الاجتماعي. فهذه الإضافة تمكنك من نقل أي موضوع أو نسخ أي نص وإرساله إلى صديقك بدون العودة إلى الفيسبوك، فالدردشة ستتبعك في أي موقع تتصفحه أحبابي في الله. فيكفي فقط أن تقوم بتثبيت هذه الإضافة على متصفحك، مباشرة بعد ذلك تقوم بالضغط على الأيقونة التي تظهر لك في شريط المهام، ثم تقوم بعمل اتصال سواء على الجوجل أو على الجيميل وكذلك على الفيسبوك. مباشرة بعد النقر على هذه الأيقونة تنتظر قليلا حتى يفتح معك حسابك على الفيسبوك. تقوم فقط بالدخول إلى حسابك في موقع فيسبوك أحبابي في الله، ثم تقوم بالموافقة على التطبيق الذي سيظهر لك في حسابك على الفيسبوك. مباشرة بعد ذلك أحبابي في الله سيتم عمل اتصال بين الإضافة وكذلك بين التطبيق. مباشرة بعد ذلك ستظهر لك صفحة على هذا الشكل، تضغط على Continue. ثم أوكي دان. ثم أحبابي في الله تقوم بكتابة الإيميل الخاص بك أحبابي في الله، ثم تقوم بكتابة Continue، ثم Great. إذن الآن قمت بتشغيل الإضافة أحبابي في الله كما تشاهد. بعد ذلك أحبابي في الله تستطيع الدخول إلى أي موقع، ثم مباشرة ستظهر لك أيقونة على هذا الشكل. كل ما عليك القيام به هو النقر على هذه الأيقونة، ثم اختيار الصديق الذي تريد أن تقوم بمشاركته المعلومات، ثم مباشرة أحبابي في الله تقوم بكتابة له أي شيء على هذا الشكل، أو تقوم بنسخ النص أحبابي في الله من الموقع وتقوم بالضغط على الزر الأيمن للفأرة، ثم تضغط على هذه الأيقونة هنا أحبابي في الله، وسيتم إرسال النص إليه بهذا الشكل. أما بالنسبة للإضافة الرابعة والأخيرة أحبابي في الله، فهي تقوم على تزيين نوافذ جوجل كروم بالشكل الذي يوجد في جهاز آيباد. فيكفي فقط أن تقوم بتثبيت هذه الإضافة على متصفحك، مباشرة بعد ذلك قم بفتح أي نافذة جديدة وستظهر لك بالشكل التالي أحبابي في الله. فهنا يوجد آخر الأخبار الموجودة في العالم، وهنا يوجد المناخ وأشياء أخرى كثيرة أحبابي في الله. كما يمكنك إنشاء عملية بحث من خلال هذا المكان أو الدخول إلى حساباتك في موقع جوجل. فهذه كانت هي الإضافات أحبابي في الله، أتمنى من صميم القلب أن يكون قد نال إعجابكم هذا الدرس وقد استفدتم منه. كان معكم كالعادة علي قعيشي، لا تنسوا الاشتراك في قناتي على اليوتيوب وكذلك زيارة كافة حساباتي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر جوجل بلس واتسو. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.